نصبح بالخير كل المشاهدين. يوم جديد لبرنامج عالم الصباح، اليوم السبت 7 كانون الثاني 2016. بحييكم بابتسامة وبقلكم إن شاء الله يا رب نهاركم يكون كتير حلو. دايما بحكيكم عن الإيجابية، بقلكم إنه لازم نحب حالنا ولازم نكون إيجابيين، لأنه الإيجابية بتعدي الإيجابية وبتشد الذبذبات الإيجابية، أما السلبية هي العكس تماما. بس اللي ما بتعرفوا، يمكن البعض منكم بيعرفوا يمكن لا، إنه بس نفكر بطريقة إيجابية دايما بدماغنا، الدماغ بيعطي أوردر أو أمر لكل أعضاء الجسم لتعيش بشكل سليم، يعني ما بتتعرض أبدا للأمراض. واللي بفكر بشكل سلبي كمان الدماغ بيعطي أوردر لبعض أعضاء الجسم اللي عندها ضعف بالمناعة إنه يصير في عندها بعض المشاكل الصحية. بقى من هون مش بس تفكروها القصة نفسية أو معنوية لتكملوا نهاركم بشكل حلو، إنما أيضا صحية جسدية، يعني قد ما فيكن كونوا إيجابيين وتلاقوا حل لكل مشكلة، لأنه الكلمة اللي بتنقال دايما ما في شي حرزان، دايما خليكن مبسوطين، ما حدا بياخد شي معه إلا عمايله المنيحة وتفكيره الإيجابي. نهاركن اليوم يكون كله إيجابي يا رب، ونقضي نحن وياكن من هلأ للساعة 1 نهار غير شكل مع ضيوفنا وفقراتنا اللي تعودتوا تشوفوها يوم السبت. ومثل ما بقلكن قلعوا، مثل ما عم بقلكم دايما، قلعوا سنة 2017 بشكل حلو لتكمل بشكل حلو يا رب. مثل ما كل شيء عم يدلنا انه ان شاء الله يكون هالسنة سنة خير عدا على اللي صار وختمنا فيه سنة 2016. شيف كيفك بليز؟ منيحة. ينعاد على امك؟ ينعاد عليك. انا عيدة لانه عيدة. هابي بيرثداي ماما، بحبك كتير. بس جوزيف كتير هايدك قبلي. قد ايه بتحبي امك؟ اوف كثير. هلا بلش بكى، انا دغري دمعتي سخيه. دمع ايه، واضح واضح واضح. انت كلك سخيه يا ستي. بلش بكى على اللي بدك تبلش ترشقني فيه. انت كلك سخيه يا ست بلقيس، يعني سخيه بالاكل وهالنفس الطيب على الاكل. اليوم شو رح نعمل اكل؟ اليوم بدنا نعمل سمبوسك بطاطا مع كشك. نعم. هاي جديده. رح اعمل باذنجان بالفرن معه لحمة وجبنة. زايد معك كم حرف بسنة 2017 بتلتغي فيهم ولا لا؟ كيف؟ زايد معك كم حرف؟ لأنه هلا ما في غير الياء بتزبط معك، قولي ياء. يا ويلي يا ويلي، كيف بدها تقطع هالحلقة؟ بتقطع بتقطع، مثل ما قطعت كل هالحلقات. المهم قعدي عقلي خلال النهار، أنا بمرق لك إياها للحلقة. أوكي. عقلي؟ سبا. ثانك يو شيف. لكل المشاهدين نحن وياكم للساعة 1 بتوقيت بيروت. طبعا خليكم معنا ما تروحوا لمطرح، محضرين لكم مواضيع كتير حلوة لليوم. بالبداية بقلكم انه ما تنسوا تتابعوني عبر كل السوشيال ميديا الخاصة بعالم الصباح، وسؤال الفيسبوك يلي بسألكم اياه كمان رح يكون بشكل ايجابي. بأي مطرح بترتاحوا اكتر شي بحياتكم وليه وبأي وقت؟ يعني هيك في مطرح دايما عبالكم تكونوا موجودين فيه، فيكم تقولوا شو ما بدكم، مسموح تقولوا شو ما بدكم، ورح نقرا بعض الكومنتس ويمكن نعطي افكار لبعضنا نستفيد منها. مزبوط. رح نبدا نهارنا نحن وياكم مثل ما كارمن كانت معي ب 1/1/2017 وخبرتنا عن ايجابيه تحركات الكواكب بالنسبه للابراج للسنه. خلينا نشوف لليوم شو هي التوقعات. بالخير. اليوم السبت 7 كانون الثاني يناير، يوم القمر مرافقنا من برج الثورة الترابي وعم يشكل زاوية 120 درجة مع الشمس، وبالتالي تأثيرات رائعة للأبراج الترابية، موالي برج الثورة العذراء وكذلك لموالي برج الجدي، مش بس اليوم بكرة أيضا. كيف رح بيكون نهارنا؟ نبلش مع برج الحمل. أكبر اهتمامات اليوم عند مولود برج الحمل العلاقة بنجاحه، العلاقة بمصرياته، العلاقة بمصروفه، العلاقة بمدخوله. الأجواء عندك اليوم كتير مهمة، فانتبه خاصة إذا في نتائج امتحانات. الأجواء جيدة إذا حاول مولود برج الثور برج الحمل انه يضبط مصروفه. بتبقى المواليد الاوفر حظا 11 12 و13 نيسان ابريل. بكمل مع برج الثور.
بعتبرك مولود برج الثور من اقوى الابراج اليوم، لانه القمر ببرجك، لانه القمر عم يشكل مثلث مع الشمس، وبالتالي هالزاويه الايجابيه بتخلي مولود برج الثور يكون نجمه كثير قوي. بين اليوم وبكره الضوء بالنسبه لك اخضر، وبالتالي ما في شيء مستحيل بدربك، بالعكس تماما مطلوب منك انك تاخذ خطوه الى الامام، تبادر، تقرر، تحسم امرك، ما تنطر اكثر. بين اليوم وبكره هني افضل ايام الشهر حتى. الاكثر حظا نسبيا اليوم هي مواليد شهر نيسان ابريل، وبدنا نضيف عليها 8 9 10 ايار مايو. بنتقل لبرج الجوزاء. بتهدى الامور عند مولود برج الجوزاء، ويمكن حتى تتاخر، ويمكن حتى تراوح مكانها، ما تنتظر جواب لا اليوم ولا بكره، في تاخير، اعمل حسابك انه في تاخير، اعمل حسابك انه احتمال يكون في زعل ايضا. اجواء متقلبه، انتبه لاوراق الثبوتيه اللي معك، ما تطلع من البيت من دونها. احتمال ايضا يكون في سوء تفاهم. الاقل حظا 12 13 و 14 حزيران يونيو. بكمل مع برج السرطان. بالنسبه لبرج السرطان اليوم اكيد احسن من امبارح. اليوم وجود القمر ببرج الثور هيدا موقع بيشجعك، بيساعدك، بيقويك، وبيعطيك فعلا الفرصه لحتى تحسن الامور، امورك يلي يمكن تراجعت امبارح واول امبارح، كانوا يومين صعبين الخميس والجمعه. اذا اليوم في بوادر انفراج عند مولود برج السرطان، وايد وحده لحالها اليوم ما بتزقف لا اليوم ولا بكره، وخلوني لكم انتبهوا من التنين والثلاثه لانهم صعبين. الانشط 3 ل 7 تموز يوليو. كمل مع برج الاسد. بالنسبة لبرج الأسد هيدا نهار بيحمل منه بحد ذاته طاقته ثقيلة، طاقته ثقيلة، طاقته بتحمل لمولود برج الأسد تعب، تعب بمهنته، بشغله، بدرسه، حتى امتحاناته، نهاره اليومي بيكون مكركب، فخليك جاهز، ما فيك انت تكون مستريح، بالعكس تماما بتكون دايما جاهز، لانه anything is possible اليوم، كل شيء معقول يصير اليوم، فهالطاقة الكبيرة اللي عندك اياها وظفها بطريقة بناءة لتساعد حالك. الأكثر تعبا مولود تموز، الأكثر حظا 13 14 15 آب أغسطس. بكمل مع برج العذراء. بالنسبة لبرج العذراء بعتبر هيدا نهار من الأيام الرائعة بهيدا الشهر الجيد بالنسبة لإلك. اليوم مولود برج العذراء لا شيء يقف في دربك، ما فيك تقول إنه اليوم في شيء غلط، اليوم ما في شيء غلط من ناحية الحظ، من ناحية النجوم. إذا نهارك مكركب حتى يمكن يزبط. إذا حظك ما كان منيح مبارح اليوم بيزبط، إذا نظرتك للأمور سلبية، إذا اليوم فقت الصبح ومنرفز ومعصب، ما تنزع، ما تكسر الجرة، لأنه نهارك رح يتقلب، رح ينقلب ورح يصير إيجابي. اليوم إذا نهار مثالي فلكيا، تبقى المواليد الأوفر حظا مواليد شهر آب أغسطس. بكمل مع برج الميزان. بعد مشاكل يومين الماضيين، وان شاء الله ما تكون فعلا سببت لحالك مشاكل وخسائر وورطات، اليوم نهار بيدعيك هيدا النهار لحتى تصلح الامور، بيدعيك هيدا النهار لحتى تشارك، بتحط افكارك مع افكار الاخرين، يصير في غربله للافكار، ليش لا؟ الجو اليوم لا باس به، الجو اليوم متعب، ايه هلا الحظوظ مش عندك، مش كل يوم الحظوظ عندنا، لكن هيدا ما معناته انه نترك الامور تمشي مثل ما حالها لحالها، وهون يكمن الخطا، بدك تمشي الامور، بدك تتابع الامور، بدك تعرف شو عم بيصير، ما تسهى، تابع الامور او خلي شخص بيعرف، شخص فهمان من مين مش مين ما كان، يتابع لك امورك خاصه الاداريه القانونيه والاستشفائيه. الاكثر حظا 14 15 اكتوبر. كمل مع برج العقرب. مولود برج العقرب اليوم استفزازي بمواقفه، مزعوج، متضايق، حدا قال له عليه شيء، ما حدا قال له عليه شيء، لكن مولود برج العقرب فيك تعمل مشكل اليوم، فيك تخسر ثقة احد الاشخاص، وبالتالي فكر مرتين قبل ما تعطي رأي، وقبل ما تعطي ملاحظة. كلامك الصريح يمكن يأذي اليوم، فانتبه، فكر قبل ما يكون في عندك كلام تلام عليه.
في طاقة؟ إيه عندك طاقة كتير كبيرة، لكن وظفها بطريقة بناءة. الأنشط هو مولود 1 لـ5 نوفمبر، الأكثر تعبا الأكثر نرفزة هو مولود أكتوبر. كمل مع برج القوس. بالنسبة لبرج القوس، امبارح انبسطنا وفرحنا واحتفلنا، اليوم رجعنا لحتى نشتغل مثل ما لازم. نهار طويل، لكن أهم شيء اليوم بديك تنتبه على مصاريف طبية أو استشفائية، فانتبه لهالنقطة. معقولة تظهر هالأمور هالمصاريف من دون ما تدري، وحاول أنك تمشي أمورك بطريقة جيدة بشغلك بعملك لحتى ما تخسر. انتبه بامتحاناتك بدراساتك، إذا عندك امتحانات ما لازم أبدا تخسر، كون حاضر 100% اليوم 13-14-15 ديسمبر، الأكثر تعبا. كمل مع برج الجدي. مولود برج الجدي من أقوى الأبراج اليوم، طبعا الشمس ببرجه، القمر داعمه 100%. مولود برج الجدي لا أحد يعلى عليك، يعني أنت شخص متمكن من موقعك. طبعا هيدا بالنسبة لنوعية الوقت، بيبقى عليك أنت تشوف وينك وشو عامل، دارس ولا مش دارس، جاي ما فهمان شيء أو فهمان كتير. اللي محضر حاله اليوم نجمه كتير قوي، يلي منه محضر حاله لأنه في حظ معقولة تمرق وما حدا يشتلق لخطأك. كون حذر بهالحالة 7-8-9 كانون الثاني يناير. كمل مع برج الدلو. مولود برج الدلو نبهتك انه اليوم وبكرة هني يومين صعبين، يومين متعبين عائليا شخصيا وصحيا. بعد عن المشاكل، حاول ما تزيدها، حاول ما تأزمها، حاول ما تفتح حالك مواضيع صعبة ومعقدة، ودعم أهلك وأحبائك والناس من حولك لحتى الجو من حولك ما يصير مكهرب. تبع المواليد اللي ندفي أفضل من غيرها 10 و11 شباط فبراير. بكمل مع برج الحوت. مولود برج الحوت، إذا أنت مبدع، إذا عملك بيسمح لك أنك تعطي وتبتكر، اليوم نهار مميز لذلك. إذا أنت بتكتب اليوم، عملك كتابتك وشغلك كتير حلوين، كتير واضحين وبيوصلوا، بيلفتوا الأنظار. احكي احكي بطريقة لبقى بتوصل. مولود برج الحوت إجمالا شخص لبق وبيوصل كلامه بطريقة إيجابية. اليوم في مفاوضات حلوة، مباحثات حلوة، زيارات كتيرة، امتحانات أوكي، روحات مجوات، في حركة كتير اليوم والحركة إيجابية. لكن ضلك حذر 6 و7 أدار مارس، كون حذر من السرعة ومن المشاكل كليا. انتبه. بختم مع مولود اليوم. بالنسبة لمولود اليوم سنة كتير مهمة، كان عاطفيا، كان اجتماعيا، كان دراسيا، كان ماديا، مهنيا، كل الأمور بالنسبة لك إيجابية جدا. هيدي السنة بتفرح فيها، بتحتفل فيها بلقاء، بمصالحة وبتسويات وبتقدم وترقية. كانون الثاني يناير، أيار مايو، أيلول سبتمبر أفضل الأشهر. إلى اللقاء بكرة، أبراج جديدة. باي باي. ثانك يو كارمن، بنشوفك بكرة ببداية عالم الصباح. باليس، بتكذب انت شي بالحياة؟ ايف عمين؟ انا كتير كذابة. عمين بتكذب؟ لا انا مش بكذب، بس انه بحكي الخبرية وبحط لها ملح وبهار، ما فيني. الله يعيننا، ما فيني ما احط ملح وبهار. ربنا من عنده عن جد، هاي شغلتي يعني. انت صريحة بالحياة؟ ايه كتير. الى حد الوقاحة يعني؟ لا. لا؟ طيب عمين بتكذب شخص معين يعني؟ اكتر شي بتكذب عليه؟ ايه صاحبتي. كتير بكذب عليها. جوزك؟ لا ما بتكذب. ماما بسترجي بيقفرني دغري. ما بسترجي. ايه بيقفرني دغري. بعنفك يعني؟ لا قصدي انه بيعرف، خلص مرة سألتني عن لغة العيون، بيعرف من عيوني انها مكذب. طيب ليك سؤال، ليش اليوم انتوا لاحظين كيف عم تمشي وبتتنقل بالمطبخ اليوم ومش عم بتحرك حالة ومزبطة حالة ومقلة، وين رايحة؟ شو عندك اليوم؟ بس تخلصي عالم صباح يعني. عندك شيء؟ ايه انا مناسبة. شو هي المناسبة؟ شو بدك انت؟ ما رح كذب عليك على الهوا هلا. تقولي. انا بعد شوي بقول الحقيقة لأن بعرف لوين. بدك تضلي بالفيوتشر أو لا؟ شوف شو قصتك على الصبح؟ شو قصتك على الصبح؟ بريك وبنرجع معكم. ضيفي بالاستوديو مصطفى خليلي، كاتب ومخرج، خليكم معنا.